من الأسماء الرائعة والمتميزة في عالم الإعلام، إعلاميتنا ومعلمتنا وأستاذتنا القديرة الأستاذة دولة شوقي، اللي أنا وايد سعيد أني أسمع صوتها الحين. لكن اليوم ناخذها مثال حي لعملية النصب اللي صارت معاها، علشان ناخذ منها العظة والعبرة. أستاذة دولة، أنا سعيد جدا بسماع صوتك وسعيد جدا بهذه المداخلة. يا رب تكونين بصحة وبعافية يا معلمتنا يا أستاذتنا القديرة. يا هلا فيك أخ نادر، والله كبرتني وايد. أنا لا معلمة ولا شيء، معول ولا قديرة، الحمد لله. ربي يحفظك ويطول لي عمرك. الله يخليك، الله يخليك أستاذة دولة. الموضوع اللي حتى البعض أصبح متاح للكل، قصتك مع عملية النصب اللي صارت معك، يا ريت تكون يعني عبرة للناس. شو اللي صار معك أستاذة دولة؟ أولا أنت مستضيف منه من الأخ من البنك هذا اللي يتكلم، من هو؟ الأستاذ أحمد الزمام من بيت التمويل الكويتي. اللي صار معايا يا سيدي الفاضل، ان انا كنت شفت اعلان في فيسبوك عن صالون معين يقدم خدمات معينه. حلو. حاولت اتصل فيهم، قالوا لي يعني خلي بياناتك واحنا نتصل فيك. مجرد ضم اتصل، اتصلوا فيني. ثاني يوم واحده بنيه اتصلت فيني، تكلم بلهجه عربيه، وقالت لي احنا اوكي صالون وكذي ونقدم عروض كذا وكذا وكذا وكذا. ممتاز. بس احنا نظامنا ان لازم تحجزين بديناري باقل من 5 دنانير. الحجز لازم على اساس سيستم ما ادري شنو شنو، قالت كذي خرابيط. اوكي. المهم اوكي، دزت لي اللينك. المفروض ان المبلغ 4 دنانير وشغله. ممتاز. 4 وشي يعني. اوكي. طلبت الاو تي بي، حطيت الاو تي بي، يختفي مره بسرعه بسرعه يختفي. وتقول لي ما صار، ما يخلف مره ثانيه. يعني استاذ دولت انا اسف، يوصلك المسج برقم الاو تي بي وعلى قولتك يختفي بسرعه، فانت حتى ما لحقت تشوفينه. بالضبط. مو بس كذي، المبلغ بعدين اتضح انه هو 4900 شيء و90، مو 4 دنانير المتفق عليه. لا. والمفروض ان انا حدي الاقصى في الـ في الـ في الـ في, الـ في بالطريقه هذه يعني في السحب 3000 دينار، هذا البنك دازها حقنا كلنا. صاجة. معروفه. صح. على اي اساس البنك يمشي المعامله اللي فوق ال 3000 بدون ما يستشير العميل؟ وايد مهم، وايد مهم. وبعدين مو مره واحده، مره واثنين وثلاثه، يعني سحبت مني حول ال 15000 دينار. يعني والبنك خاموش. يعني 5000 تقريبا، 5000 تقريبا على 3 مراحل، 15000 بالضبط. وانا حدي 3000. على اي اساس يا بنك مشيتهم؟ حتى لا دزيت لي مسج ولا اتصلت في العميل ولا وقفت شيء. سؤال كيف اتصلت فيهم؟ مهم استاذ دولت. عقب يعني عقب ما خلصت شكيت واتصلت فيهم ووقفت كل شيء. وقالوا لي بنسوي تحريات. هذا الحكي شوف من متى، ما اديش تحريات، لو نمله بتسوي تحريات كان خلصت. للحين لا احس ولا خبر. استاذ دولت، ترى مو انا بروحي وايد بس شوف، لان سؤال في سؤال او نقطه وايد مهمه اللي تفضلت فيها. رقم واحد انه ما يصير اصلا يسحب من رصيدك، حتى لو انت بمحض ارادتك ما يصير انت تسحبين اكثر من 3000 دينار. بالضبط. اثنين، لم يصلك مسج باستقطاع المبلغ مباشره في حينه. بالضبط. يعني عندنا الحين خطأين قد بالضبط. قد اقول قد نحملهم البنك، لان لا مو قد، اكيد مو قد. انت انا بقول لك اكيد. اكيد انا شغل الاعلام، تدري لازم احط القد هذا علشان انت ما تقدر. انت مذيع، انا الحين مذيع، انا ضيفه، من حقي اتكلم. انت حقك وانت استاذتنا، انا بقول قد علشان اعمل لي كفر لي انا. فهو يكون قد يكون البنك وقع في خطا، ان اول شيء شلون إذا 3000 اللي أنتم قايلين ما يصير أسحب أكثر منها، شلون سحبت أكثر من 3000؟ وشلون ما يوصلني مسج بالاستقطاع علشان أنا هم أحتاط وأعرف شلون؟ لكن الحين هم نصيحة منك أنت أستاذة دولة للناس، هل لازم أكون أنا على وعي؟ أول شيء أشوف المبلغ في عيني، مو 4000، أنا بقطع مني 4 دنانير، شلون صارت 4000؟ وإني ما أثق حتى في أي كائن من كان. اطلاقا موضوع اللينكات هذا مأساة، موضوع اللينكات هذا المفروض يمحي من الوجود. صح. هو اللي مضيع الدنيا. لينك لينك لينك، هو اللينك هذا اللي ضايع الدنيا. وبعدين الفلوس اصلا دشت في بيت التمويل، بما انك عندك ضيفك من بيت التمويل. فلوسي دشت في بيت التمويل برقم الحساب، شلون ما في تعاون بين البنوك ان سيدا يتصلون فيهم؟ انا ماني فاهمه البنوك هني شلون، يعني مثل ما يقولون سوريين حرف كل من ايده اله يعني، ولا شلون يعني؟
ما في تعاون بينهم واحنا نضيع يعني في النص ولا شلون؟ اسئلتك وايد مهمه كعادتك استاذه دولة شوقي، انا وايد سعيد اول شيء بسمع صوتك ويا رب يزيدك صحه وعافيه وباذن الله المبالغ ترجع لك باذن الله تعالى ان شاء الله. ان شاء الله ما ذلك. مشكور طولي عمرك استاذه دولة، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا استاذه دولة.